صباح الهنا وصباح الرزق على حضراتكم جميعا، وزي ما احنا متعودين دايما بنقول كده يا رب يكون يوم مليء بالخير والسعاده واحلامنا اللي احنا عايزين نحققها، بس مهم جدا يكون في سعي قبل اي شيء والباقي تسيبه على ربنا. صباح الخير من كل مكان في العالم بتتابعونا، وحلقه جديده واول الاسبوع و10 الصبح في الاهل. صباح الخير فريش كده و... وانت ست العارفين ومدركه الى اي درجه انا جاي متخيله جدا. انا نفسي الناس بس تشوفك يعني في كواليس قبل الهوا بس كميه بتوبه هستيرية. صباح الكل على حضراتكم واهلا بيكم جميعا، بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله.